إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب. حسم المكتب المسير للوداد الرياضي لكرة القدم قراره باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس للطعن في قرار لجنة النزاعات بالفيفا والقاضي بإلزام الوداد 250 مليون سنتيم للمهاجم الكونغولي والتر بوليا. كشفت مصادر مسؤولة أن الوداد تفاجأ بقرار لجنة النزاعات بالفيفا باعتبار أنه اتفاق مع والتر بوليا وكان يتضمن شروط جوهرية وتتمثل في انتقال سنغالي سامبو جونيور إلى نادي الرياض السعودي، غير أن فشل الصفقة فرضت على الوداد صرف النظر عنها لتوفرها على 5 أجانب. وأوضح ذات المصدر أن المكتب المسير للوداد كلف محامي تونسي علي عباس بالطعن في قرار لجنة النزاعات بالفيفا أمام الطاس. يشار إلى أن لجنة النزاعات بالفيفا أمهلت الوداد الرياضي 21 يوم للطعن في قرار إلزامه بتسديد 250 مليون سنتيم للكونغولي والتر بوليا. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب.